كما عاهدتكم جريدة أصوات تساعد المواهب الشابة. معنا اليوم مريم، فنانة مغربية مبتدئة في مجال الفن، بالضبط في الراي. مريم، تقدري تزيدي تعرفين على راسك أكثر؟ مرحبا، مريم تيتيش من مدينة سهلة، 24 سنة، مغنية مبتدئة في مجال الراي. الحالة العائلية مريم؟ سيمي باتر. متشرفين. عفاك، تقدري تقولي لنا شنو هما البدايات ديالك؟ البدايات ديالي بديت من دور الشباب، بديت كنغني الراي، داكشي بما ان ماما حتى هي كتعرف تغني وسيرتو الراي، واختي حتى هي، دونك ما لقيتش كاع مشكل واختاريت الراي. شنو هو الميساج اللي بغيتي توصلي لنا من خلال الاغاني اللي غادي تقدميهم لنا في المستقبل؟ هو اي فنان كيكون عنده واحد الميساج خاص. انا اصلا ما عنديش مشكل نهائيا نغني اي حاجه، ولكن الراي بالضبط كنرتاح فيه، داكشي علاش اختاريته هو. واش كيبانوا لك باللي وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم فيسبوك والانستغرام كيساعدوا الفنان ولا كيبينوا الصوره اكثر؟ بطبيعة الحال هما كيساعدوا واحد شويه، ولكن ضروري خص يكون عندك الناس ديالك اللي كيعاونوك، يكونوا لي فان ديالك جنبك، يكونوا بزاف الحوايج، ولكن حتى هما عندهم دور كبير بيان سور في مجال، يعني باش يبان الفنان. العائلة ديالك منين عرفت أنك باغي تدخلي المجال الفن، ما كانتش واحد لغياتسيون؟ شنو كانت ردة الفعل ديالهم؟ كانت عادية، هما أصلا كانوا كيشجعوني من الأول، لا ماما لا بابا لا فامي، ما كانش كنلقى هذا المشكل كاع نهائيا، يعني هما أصلا كانوا مشجعيني وباغيني ندخل، ما عنديش مشكل. وشنو هو الفنان اللي كتفضلي انك تخدمي معاه، ولا الا جاتك لوكازيون انك تخدمي معاه ما غاديش تقولي لا، كيعجبوك الاعمال ديالو وكتحسبي انه اعمال هادفه ماشي اعمال عاديه وصافي؟ وانا نتمنى صراحه نخدم مع كاع الفنانه، ولكن بما انني كنغني الراي وكيعجبني الراي، ما نكرهش نخدم مع كادر جابوني. ان شاء الله يا ربي بارك الله، كل شيء قريب ان شاء الله. قولي لنا، في هاد الظرفيه ديال كورونا وان الخدمه ما كايناش وهذه، كيفاش كنتي كدوزي النهار ديالك؟ واش عندك شي خدمه واحده اخرى من غير الفن، ولا كنتي كدوزي عادي بحال كاع الناس محجورين في الدار؟ وبما انني اصلا من غير الفن انا استاذه ديال المسرح، وكنت كنقرر المسرح في واحد ليكول، ولكن بهاد الظرفيه ديال كورونا وداكشي بيان سور بقينا في الدار، وحنا ملتزمين ودايرين الحجر ديالنا، دازت عادي الحمد كتقري لله. اديستونس. فوالا. شنو هو الجديد ديالك؟ واش كاين شي جديد قريب في هاد الايام؟ هو كاين جديد ان شاء الله مع نفس الدري اللي درت مع الكوفر، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديال الجمهور ان شاء الله يا ربي. شي كلمه اخيره للجمهور ديالك اللي غادي يتعرف عليك من عن طريق جريده او مجله اصوات؟ اول حاجه كنشكركم على الدعوه ديالكم. مرحبا. ونتمنى ان شاء الله يساندوني ويبقاو ديما بجنبي ونال الاعجاب ديالهم ان شاء الله. مرحبا، بارك الله فيك. شكرا. خليني نكمل لك سيد الجيش وحكم انت يا غاي، وراها سرعت لي قصص خلصت غاليا، داير هبي دينا وراي الدنيا بعيداي، وبقيت وحدي انا جي على بيتي. ما شاء الله عليك، كنتمنى لك مسيره موفقه ان شاء الله. بارك الله فيك، لاله خطيك.